سعد خالد شحات. احنا جينا من غزة اليوم إلنا شوية، وجينا عاد مع الناس كنا احنا منعرفش. أبويا هان وين استشهد وأخويا استشهد. جينا مع الناس والله وصار معنا كتير، صار وإحنا وقفنا قعدونا على الرصيف ساعتين، وصار في طخ وجوا الدبابات وحطوا البواز تبعونهم عنا علينا وضو ضواي علينا وحطوا كاميرات والله وكل شيء، وقالوا الأولاد والنسوان يروحوا على الشقة ويمشوا والإسلام سيبوهم والله. وبعد ساعتين استنناهم عند دوار لهم يجوا الإسلام ومشينا، ووصلنا لحنا لقينا قريبنا وقلنا تعالوا اديكوا على خيم. طب والله وجينا. كيف الوضع في غزة؟ كيف كنت عايشين؟ والله كنا نطحن شعير، اللي هو الشعير اللي كانوا ياكلوا الحمير صرنا نطحنه، والذرة كمان الكيلو بخمسين شيكل. الجيش ايش عمل معكم على الحاجز؟ الحاجز بس زي ما قلت، قال كل واحد الاولاد والنسوان يروح، وقعدنا كمان قعدنا على الرصيف ساعتين فيها الشمس وبتقدح فينا. طخ عليكم؟ طخوا وضربوا قذايف كمان، وفي صار اصابات. انتوا جيتوا لحالكم؟ مع الناس. طب انتوا تحملتوا 140 يوم في غزه، ايش اللي خلاك تطلعوا لبيت؟ والله مع قله الاكل صرنا ناكل الشعير وذره، ايش الاكل؟ طب كيف غزه؟ والله غزه مهمومه على الاخر. الدمار والقصف كيف فيه؟ والله الدور مقصر مضروبه على بعض، كل دار مايله على الثاني.